قبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرة الشيخ القريشي، واش راك يا صفا؟ كوني حكاية على حالي بعيشة داسي ضريعة الذي ضريعة الكبير اللي خرج الحليب. ايا وصفوا لي حليب عائشة، قالوا لي بلي حليب تاع بقرة. قلت يا خويا نمشي نشوف حليب بقرة. هاولي راهو هنايا حليب بقرة، حليب بقرة يعني ماشي نضرع حليب ضرع عائشة الكبير الدسيب اللذيذ. إضاعة مليحة. بس عندك يجي واحد يقولي باللي حليب عائشة إنما هو حليب بقى، هذا حليب عائشة هذا شو مهم يرضع إضاعة كبير. هاي وشوفوا البنة تاع الحليب. حليب مقرف تعرف عمري ما شفت حليب كيما هاك. سبحان الله سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخ متشيع أخواني، الأخ متشيع وكان يعني يعيب موضوع رضاع الكبير، يقول هذا الحليب من عائشة، هذا مو حليب عادي، فشربه على الأساس حليب عائشة وبعدين اكتشف انه الحليب ظهر اكسباير خربان. الله يحفظك ان شاء الله، الله يحفظك ويبارك بك يا بطل. الله يحفظك ويبارك بك، محفوظ ان شاء الله بحق محمد وآل محمد.